هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. الحمد لله، يعني المستوى الجيد اللي ظهرت به هذه الفئة العمرية شيء تشرفنا. الحمد لله أنه العمل الكبير اللي قمنا به على مدار السنتين ما مشاش السودان وظهرت النتائج دياله، لكن تتعرفوا أنه الإنجازات ولا النتائج ما تجيش عبثا، فهي من تضافر الجهود كلها. يعني أكيد أن أولها هو الاهتمام الكبير ديال صاحب جلالة بالشباب وبالرياضة والرياضيين، الإمكانيات الهائلة اللي موفرها واهتمامه الخاص يعني بالمنتخبات الوطنية ومختلف الرياضيين، فهذا شيء مهم بالنسبه لنا. ثم العمل طبعا ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم برئاسه السي فوزي القجاع، الاداره التقنيه الوطنيه ايضا، والمجهودات ديال الفريق المتكامل، وطبعا المساعدات ديال الجميع بما فيها الطاقم التقني ديال الفريق الاول وزياراته المتعدده وحضوره ايضا في المباراه النهائيه. فهذه اشياء تساعدنا بالاضافه الى العمل دائما اليومي، فاشياء مساعده تحفز اللاعبين وتخليهم يظهروا بهذا الوجه الجيد. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.